السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعيني الكرام؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا في شهر رجب وداخل علينا شهر رمضان وبنقعد علينا ايام بخير. حبيت اعمل معاكم بعض افكار لرمضان، ان شاء الله تعجبكم. بس اول حاجة قبل ما نبدأ لازم نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبتدي مع بعض. اول حاجة هعمل كفر المخدة عندي للركنة او للانتريه. اول حاجة هبتدي بيها، ان شاء الله الفكرة تبقى سهلة وتعجبكم. انا كان عندي قطعة قماش كده باقية عندي، فهشتغل عليها. بس لو انت هتعملي بيضات او حاجة دي ترجع الخامة دي ليكي. انا دي قطعة قماش عندي هشتغل عليها، وفي كمان قطعة من قماش الملايات انا مش هشتغل بالملايات. هو ينفع ده لو انت هتعملي بيضات كمان للكنب، وان شاء الله هنعمل الفكرة بتاعت البيضات دي وهوريها لكم. بس انا حابة اعمل الفكرة بالباقي القماش اللي معايا. فانا خدت مقاس المخدة عندي لقيتها 40 في 40، فانا هشتغل معاكم على المقاس بتاع المخدة عندي. هاخد الطول 40 كالعادة، احنا متعودين وبنسيب 2 سنتي للخياطة، والعرض كمان 40 اهو. بس انا هاتني كده عشان اقص معاكم. دي قطعة قماش كانت باقية معايا. لو انت عندك وحابة تعملي فكرة دي ليكي تستغلي بواقي القماش. لو انت هتعمليها شغل وباب رزق يعني، فعادي ما فيش مشكلة، ممكن تجيبي بقى القماش على بعضه لو في عدد مطلوب منك. فانا دلوقتي معايا المقاس 40 واسيب 2 سنتي، ادي 42 هنقص 42 لسنة وانتم طيبين. انا بقيت معايا كده للقطع 40 في 40، تمام. دي اول حاجة، دي هتبقى الظهر. انا الظهر مش هعمل فيه حاجة، بس لو انت حابة مفيش مشكلة ممكن تعملي الوش والظهر زي بعض. هوريك الخطوات وممكن تعمليها مع بعض. هنا ممكن انت لو انت حابة بقى، انا هوريكم الفكرة الاولانية. انا كانت معايا برضو قطعة القماش دي، الباقية دي من قصائص بتاعة رمضان. فخليتها. لو حابة انت تعملي الفكرة انك انت تعملي الجزئية اللي تحت كلها قماشة مع بعضها، عادي اعمليها وتثبتي طبعا القطعة اللي انت عايزة تعمليها. ان كنت هتعمليها 10 سنتي او 12 سنتي على حسب ما انت عايزة الشكل. هتثبتي كده زي ما هي كده، هتخيطي كده على طول. انا لا، مش هعمل كده، انا هخيط دي في وسط القماش، انا مش هثبتها على الجزء ده. فانا ده الظهر. احنا كده انا مش هشتغل في الظهر، انا مش هعمل الظهر، انا هعمل الظهر ساده. لو هنعمله بقماش الخيامية هنعمل نفس الخطوات اللي هعملها دلوقتي. انا عندي القماشه 40 في 40 وزودنا 2 سنتي يعني 42، فانا هقسم ال 42 على 3. بس خليني اقول لكم ان احنا هنعمل الجزئيه اللي زي الظهر، انا هعمل 15 سنتي و15 سنتي، 15 فوق و15 تحت، والجزئية اللي في النص هقسمها 10 سنتي. فانا هقص دلوقتي 40 اللي هي العرض، تمام. ادي كده 40 و2 سنتي خياطة، يبقى هقص 42. خليني برضه اتنين القماش كده 42 اهو، ونقص 42 سنتي. طبعا الطول بتاعها 40 زي الوش، بس احنا طبعا هناخد 15 سنتي و15 سنتي، 15 سنتي فوق و15 سنتي تحت، وهناخد سنتي في الخياطة فوق وسنتي تحت، يعني هناخد كل واحدة 17 سنتي. فانا هقيس 17 سنتي اهو 17. انا هي القماشة انا بقصتها بالظبط، فانا هقسمها نصين. بس انت هتقيسي 17 سنتي و17 سنتي اهو كده،
كده معايا قطعتين اهمت اهي، وادي القطعة التانية اهو كده، وهاجي في النص وهقص 10 سنتي، وطبعا بعد الاول هقص 40 تمام اهوت. بتجيبي كده لو انتي مش عارفة تقيسي بتجيبي كده قطعة القماش بعد ما قست الاولانية اهو، وهنيجي هنقص الجزئية بقى اللي في النص دي، احنا قلنا هنعملها 10 سنتي، فانا هقص 10 سنتي و2 سنتي خياطة، لانها تتخيط من فوق من تحت يبقى هتبقى 12 سنتي. طبعا 12 سنتي اهو، انا هقص الجزء الابيض ده اهو، انا عامله كل جزء لوحده حر عشان اوريكم الخطوات بتبقى ازاي. فاهم؟ دي كده الجزئيه الاولانيه هو كده اهو، انا هثبت بقى الثلاث اجزاء دول مع بعض، هخلي الخياميه في النص واثبت الثلاث اجزاء دول مع بعض وارجع لكم تاني. انا كده ثبتت الثلاث اجزاء مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انت لو مش هتشتغلي، انا جايبه فرنشه اللي هي بتاعه رمضان دي، برضو كانت قطعه كده موجوده عندي فقلت اشتغل بيها وتدي منظر. لو انت هتشتغلي بيها تمام كده الخطوه لحد هنا ما فيش مشكله فيها، لو انت مش هتشتغلي وتسيبيها كده ساده هقول لك على حاجه، ان احنا لازم نثبت مطرح ما تنينا كده، مطرح ما وصلنا الاتنين في بعض في جزئية قماش طالعة كده، بنثبتها على القماشة من ورا، بنخيطها كده بنرجعها لورا كده، وبنثبت طبعا بالمكنة علشان يبقى تديني منظر من قدام، تديني منظر من قدام حلو. لكن انا ان شاء الله هشتغل بقماش بالفرنشه دي، فهضطر ان انا هثبت دلوقتي الفرنشه على الجزء ده اللي هو الفاصل بين فوق والقطعة الخياميه، هثبت كده اهو زي ما انتم شايفين، وكمان هثبت جزئيه تحت فرنشه كده، فانا هثبتهم وارجع اوريكم انا عملت ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كده ثبتت الجزئيه بتاعت الفرنشه زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بقى معايا المنظر ده كده، دي الجزئيه بتاعت الخياطه. ممكن طبعا تستغني عن اللي انا بعمله دوت، ان انت تقسمي الجزء ده على 3 قطع، ممكن تستغني عنهم بس هي تبقى جزء الخياميه ده، وتثبتيه زي ما انا وريتك على الـ على الـ على القماشه من فوق. بس انا مش حابه الصراحه الفكره دي، بس برضو دي حاجه ترجع لك على حسب ما انت تشوفي وترتاحي في شغلك. انا عملت القطعة دي كده، دلوقتي هعمل ان انا هثبت السوستة، هجيب السوستة كده على قد الكوشن اللي انا هعملها، وهحط السوستة من تحت والقماشة من فوق. القماشة دي ما بتنسلش، انا مش هتني، عايزة تتني ما فيش مشكلة، هتني طبعا هثبت طبعا السوستة في الناحيتين، هاخد الجزء الاولاني اللي هو الساده ده واثبت، اخلي السوسته من تحت والقماش من فوق، واثبت القماشه على السوسته كلها، وهاجي الناحيه الثانيه وبرده هخلي السوسته من تحت وقابل الناحيه الثانيه من فوق كده، احط الناحيه الثانيه من فوق واثبت برده لحد اخر السوسته، وهرجع اوريكم. بس ما تنسوش لو وصلتوا لهنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنه وانتم طيبين.
انا كده ركبت الصوص ده زي ما قلت لكم اهو زي ما انتم شايفين. دلوقتي المفروض ان انا هقلب كده الوش على الوش، وهبتدي ان انا اقفل بقى المخده دي اخر جزء فيها. طبعا هخيط الثلاث جوانب كده، هسيب حوالي سنتي، ده احنا عاملين حسابه في الخياطه، هسيب حوالي سنتي واقفل الثلاث جوانب كده. طبعا احنا قلنا ان احنا لو مش حابين نعمل القطعه اللي من قدام على ثلاث اجزاء مفيش مشكله، لكن انا حابه ان انا اعملها كده، لكن انت برضو براحتك. انا هعمل الخيط الثلاث اجزاء دول هقفلهم، بس هحط الوش على الوش كده، وخيط الثلاث اجزاء المفتوحين دول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هقفلها وارجع اوريها لكم. انا كده قفلت الثلاث جوانب اهوت، ما حبيتش اقلبها لما اوريها لكم. قفلت الثلاث جوانب، هنبتدي بقى ان احنا نفتح السوسته بتاعتنا كده اهو، نقلب الكفر كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اهوت اهو. طبعا انا قطعه القماش اللي كانت معايا دي هي كان لونها احمر، بس في الوان تاني واشكال تاني، بس انا قلت استغل القماش اللي باقي عندي واوريكم الطريقه، علشان لو عندك بواقي قماش ما ترميهاش وتستغليها، وان شاء الله نعمل افكار حلوه اول رمضان. وكل عام وانتم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده شكل الكفر بعد ما خلص. لو انتوا حابين تبروزوا زي ما احنا متعودين، بنسيب حوالي سنتي ونخش لجوه، وده بقى ده بياخد نفس الخياطة اللي احنا سايبينها من الاول. انا هسيبه كده زي ما هو، هحطه في المخدة واريكم شكله بعد ما هيتركب. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هركبه وارجع لكم. وده كده يا جماعة شكل الكفر بعد ما تركب. اتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبكم شكل الكفر بعد ما خلص. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم ان شاء الله. اتمنى تعملوا لايك تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.